خليني افتح قلوبكم للنور. شوفوا الشيخ عبد الرزاق بن محسن عبد المحسن البدر بيقول في كتاب فقه الاسماء الحسنى، دايما اقول لكم ارجعوا للكتاب ده، بيقول ان معاني العلم كامل العلم، الاحاطه التامه، الشهاده، القرب الخاص اللي بتدل على ربنا سبحانه وتعالى، بتملأ قلب العبد المؤمن. بتملأ بإيه؟ الأنوار. أنوار بيبقى في قلبك نور كده موفق مسدد، اللهم بارك، توصلك لمقام الإحسان، إنك تعبد، ده أعلى المقامات طبعا، إنك تعبد الله عز وجل كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. كل معنى وكل صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى نور، لو عرفتها نور بيملأ القلب، ده اللي احنا عايزينه، ويملأ الوجه ويملأ اللسان، الجوارح ذات نفسها تعصي؟ لا، ما في نور ربنا. فازاي بقى؟ تخيل معايا لو انت عرفت اسم واثنين وثلاثة، وان النور ده ما بقاش في الوجه بس، بقى في القلب، وزي ما قلت لكم القلوب الطهرة الزكية اللي بتعرف كل معنى من معاني اسم الله وصفات ربنا وافعال ربنا. كل اسم بيعمل ايه؟ يجيب لك نور في قلبك تمشي بيه. اعرف امشي في الدنيا، الدنيا اللي معلم بيها ربنا دي، ولو جت الامور دي على القلوب اللي هي الصفه صفات الرب سبحانه وتعالى، ايه اللي بينطبق؟ الله. بتبقى لو انطبقت على هذه القلوب بقت قلوب ايه؟ ربانيه. بصوا الايه بتقول ايه؟ الله نور السماوات والارض. بحب الآية دي جدا. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح ده فيه زجاجة، الزجاجة كأنها إيه؟ كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء، والله بيضيء القلب، ولو لم تمسسه نار. ليه؟ نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. هو ده اللي احنا محتاجينه، نور الهدى والقرآن والسنة النبوية وكذا، يقذف في القلب وفي صدرك، اللي يحصل يجي نور. فلما القلب ينور، هو الملك والجنود الجوارح، بس الملك قال للجوارح بس بتعامل بنور، بيتكلم بنور الله، يقول لك ده ماشي بنور الله. هنقعد نقول بقى ومين اللي كان بينشدها، النقشبندي ولا مين؟ مش عارف. ماشي بنور الله، فاكرين انتوا التواشيح دي؟ ده بيقول لك النقشبندي ماشي يا اسلام. فالنور ده الشيخ بيقول عنه ايه، اللي هو الشيخ عبد المحسن عبد القادر البدري، الكتاب ده جميل، قلت لكم فقه الاسماء، متن الاسماء الحسنى. قال النور ده نور الايمان بربنا سبحانه وتعالى، بصفات ربنا. مثله في قلب المؤمن زي النور اللي بيجمع كل الاوصاف، زياده في النور اعظم مثل بيعرفه العباد ان هو ايه، ان انا يبقى في قلبي مثال سورة النور وامشي بالنور ده. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول الدعاء، بصوا بقى الدعاء، وكان يدعو به ويدعو، اللهم ذهب للمسجد، اللهم اجعل في قلب نورا وفي سمع نورا وعن يمين نورا وعن يسار نورا ومن فوق نورا ومن تحت نورا ومن أمام نورا ومن خلف نورا، اللهم وعظم لي نورا يا رب، اللهم اجعل لي نورا في قلبي يا رب، واجعل لي نورا في سمعي، واجعل لي نورا في بصري، واجعل لي نورا عن يميني ونورا عن شمالي، واجعل لي نورا من بين يدي ونورا من خلفي، وزدني نورا يا رب، وزدني نورا وزدني نورا. احنا وياكم كل قول امين. لما بنيجي نتعلم عن اسم واحد من اسماء ربنا سبحانه وتعالى ومررته على قلبك، ده نور. فين بقى في الدنيا والاحداث العظيمه اللي احنا فيها؟ طالما قلبك اتملى خلاص، فاض على كل جوارحك، الوجه، الايدين، اللسان، الجوارح ذات نفسها بقت طائعه لله سبحانه وتعالى. ليه؟ جواها نور.